السلام عليكم، أتمنى الشباب من عندكم تشتركون بهذه القناة، قناة مميزة أنا مسويها. هذه القناة أتمنى تسوون بها اشتراك، تدعموها، تسوي لها لايكات، سبسكرايب، سوي لها سبسكرايب، تلقون رابط مالته بالوصف. تشتري نقاط مثلا على البلاي ستيشن 4 أو الأكس بوكس أو الكمبيوتر أو الموبايل أيضا. تقدر مثلا تحصل كوينز مال الفيفا إذا تشتري من عندهم بشكل رخيص، يعني حصير عليك بشكل رخيص أرخص من السعر الاعتيادي. فهاي رابط القناة راح تلقوه بالوصف. اوكي شباب، سووا لهم لايك واشتراك وشكرا لكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، شلونكم شباب؟ إن شاء الله بخير، وياكم علي العراقي. رمضان كريم، اليوم عندنا حلقة جديدة عن لعبة باتل باي، اللعبة الشهية، والله رهيبة، اللعبة الرهيبة. اليوم راح أقول لكم شلون صرت ليفل 11 وطورت المركبة. طبعا هاي المركبة طورتها صارت تاخذ 3 مدافع والأزرق. تشوفون الصورة أمامكم إنه كانت المركبة عادية، بعدين طورتها صارت الام كي 2، يعني التطوير الثاني. كانت تاخذ سلاحين بس، كانت تاخذ 2 احمر و1 ازرق، صارت 3. وين راح هذا؟ وين الشمر؟ هاون، وين راح الهاون؟ صدق يحجون هذا ياتي، دا اقول عبان الشمر. تقدر تطور هاي، تسوي لها ابجريد. هذا يقول لي تقدر تطورها مثلا بعد ذهب ب 185 جوهره، تتطور المركبه، صار عندك مدفعين وردي، صار عندك الاصفر اكثر، اللون اصفر يفتح عندك، والازرق يبقى واحد، يعني الاصفر يضيف لك 2. هنا هم يعني اذا تسوي لها ابجريد راح يصير الاحمر 2، تقدر تستخدم مدفعين. تسوي مثلا دورات تريد تحط مدفع، يقول لك لازم عندك فراغين، فمن الطورة راح تقدر تستخدمها، يعني فشي حلو. كذلك هاي اشتريت بها المعالجة، بها هاي صندوق مال طاقة او تشمر صندوق مال طاقة، بس هذا احسن. اللي يستخدم هاي خليه ياخذ هاي الصندوق، اذا واحد يستخدم هاي. شلون نرفع الليفل؟ بقى هنا انا هساني الليفل 11، قبل اول ما نزلت اللعبة كان ما يرفع بها الليفل، كنت انا ليفل 4 او 5، لا 4، اذا اسوي 5 ما يرفع. هنا عليك تطور ذول الشخصيات، طبعا يفتح الشخصيات كل فترة يفتحهم. هذا فتح عندي، اقدر هسه اطور. بقى هنا مكتوب 10 زائد 10، 10 كابتن اللي مرسوم درع، هنا مكتوب 20، هنا 20، هاي النقاط اللي فوق المثل. احتاج تقريبا يعني هسه انا عندي 290، باقي لي شوية اوصل ليفل 12، فلازم اطور اي شخصية. مو اي شخصية هم، يعني لازم تنتبه على النقاط. بقى هذا يعطي 280، هذا يعطي 180 كابتن، وهذا يعطي مثلا 100. فراح اختار هذا اللي 108 عم التطوير النهائي. مثلا حقول له طور، راح ينتظر تقريبا 10 ساعات، او تستخدم هاي 220. انا عندي 400 جمعتني، راح استخدم ذني 220، راح تشوفون الليفل يرتفع امامكم. طبعا تقدر تطور اي شخصيه، بس انا اخترت هذا حطوره، صار عندي ليفل 12. هسه اقدر اطور اي مركبه هم، يعني عادي يعني، بس باقي المركبات يريد ليفل اعلى. مثلا هاي اقدر اطورها، هاي تتطور عندي، يصير بها شنو الزياده بها؟ اللون الاصفر، يصير بها لون اصفر جديد. طبعا القوه مالتها السبيد كله يتغير. الطاقه كانت 500 لو 400 صارت 800، يعني زادت القوه مالتها والسرعه وكل شيء زاد. فحلو. اذا تريد تطورها نفسها حيقول لك الليفل 16، وشلون تصير ليفل 16؟ لازم تطور الفئات واحد واحد. هسه هذا ما اقدر اطوره، واقدر اصرف من هاي الطوبات اللي عندي. هذا تقدر تطوره بيها هواي اشياء حلوه. خلنا ناخذ معركه سريعه بهاي المركبه، حراويكم شلون انا اقدر هسه استخدم 3 مدافع. سوي جيم بلاي صغير. طبعا هاي اللعبه اعتقد اكو هواي ناس يتمنوها تكون على البلاي ستيشن 4 او الاكس بوكس او الكمبيوتر، لان اللعبه راقيه. خلينا نقول بطل. طبعا هنا بعد تشوفون انه نقاط، انا النقاط 125 هاي بالزاوية، اذا يمكن 900 اصير هناك المكان عبالك الجحيم، ظلمة ما ادري شنو. قليل تلقي مطور، هسه انا هذول كلهم دخلت وياهم، ما حدا مطور، كله ام كي 1، انا ام كي 2، قليل تلقي مطورين. نقول له توجذر 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 مان. بقى حاليا عندي
المدفع عندي الهاون، عندي هذا المدفع الخارق اللي لون احمر باعه. بس خلي اضرب البدايه قبل ما نروح، هذا الضرر مالته رهيب. طبعا تطور السلاح مين تقدر تطوره، هسه طوره قدامكم ورا شويه. خلينا نخلص الجيم. الهاون اهم شيء، الهاون عندي انا اهم شيء الهاون باللعبه، واللعبه ابداع، اعشق هاي اللعبه اني اعشقها. يعني صارت لعبتي يعني برمضان قاعد العب هاي. طبعا ما انسى الصلاه، قراءه القران، طبعا هذني الشغلات ثاني واحد اتاك يس. فالهاون مثل ما قلت، الهاون باي يطيك مدى بعيد بابا. ايه طير 86 نقطة بالضربة هاي مال هاون. هذا مجاي هنا، الهاون شوية يتأخر بس الضرر مالته حلو ومن بعيد. بابا النشان الاخضر روح باو. ايه ما اعرف اذا تأثروا هاد لا، خل نطب لهم توكذر. يلا هذا واحد حينكتل من عندنا. با هاي با هذا المدفع الاحمر ايش قد حياخذ. هاي مركبة ضخمة ضخمة. واحد تفلش مجاوتنا، لا ضربة هاون جتنا. اوه راد لي طاقة، راد لي طاقة والله. هاك يا حلو، ارجع ارجع. لا 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 لا، ضربة واحدة بالحمراء، الاشعة الحمراء، مدفع الاحمر روح. باقي له شوي. ايه عالجنا هذا. لا مهاول 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 مهاول، تقدم. ضربة واحدة بقالة، انا حمود طبعا انا حمود. هذا جيب لي سريع. اوه فلشي، احاول اهرب. عندي هاون، عندي هاون. لا ضو، خلينا نهزم بسرعة، خلينا نهزم حمود. هاون ارمي لك، هذا واحد لحقني. لا لا راح يدمرني هذا والله. جيب لي صعب، هذا جيب لي صعب. خلي اروح على هذا، شوف هذا، هذا طاقته 900 انا طاقتي 800. خلي الحق هذا. هاك يا حلو، هاك نقصت والله نقصت. با هذا المدفع الوردي، ايوه سريع. اوه ضربني والله، ضربني وحده. انداروا علي، انداروا علي حمود. بضربة واحدة اموت انا، يعني بضربة واحدة راح اموت. ماذا يقدرون، ماذا يقدرون. لا باي 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 باي. خسرت والله. بقى واحد، اذا اظل اتفرج راح اخذ نقاط قليلة، واذا ادوس الاكس واطلع مثل هاي الطلعة السريعة ما راح يعطوني اي شيء. بس اذا انتظر يخلص الجيم حتى لو فريقي يخسر راح يعطوني ذهب وفلوس. دورات يجوز اذا افجر مركبة يعطوني واحدة من هاي الدويرة. فهنا علامة تعجب هاي الكويست اللي هي تعطيك شغلات، مثلا يقول لك هنا دمر العب هاي المركبة، يعني شغلات لازم تعرفوها. السلاح شلون تطوره عندك مثلا، الهاون اقدر اسوي الليفل اب. سويت له هواي، يعني اكو سلاح يقبل لي 9، اكو سلاح يقبل لي 8، فاقول له ليفل اب. هنا راح يقول لي اشتري بهاي الطابات، راح اطور الهاون ليفل 10. الضرر ما تصار 161 حلو. كل الأسلحة تقدر السرعة هم تسوي لها هاي، هذا ما السرعة هذا ما طار. عمينا بالطابات يصير أسرع شوية. خلينا نعطي السرعة السبيد، هاي السبيد المركبة. إذا أشيل يصير بطيء، إذا أشيل هذا مثلا أخلي هذا الدرع، لا مو هذا الدرع، هذا الحديد ما شنو، هذا البطن ما شنو، شغلات ما أعرف لها. بس هاي السبيد أحسن. هذا الضرر مالته 293 طبعا رهيب. فالليفل ليفل 12 اقدر اطور بعد. هذول كلهم يقول لي طورهم، طبعا صار مو مختار هذا، اقدر اشغل هاي اقول له اكتب الهاون وهاي الطاقه وهاي وهاي، اكو شغلات يعني هم يعني تفيد. خلنا ناخذ جيم اخر سريع، لعبه باتل باي على جهاز الاندرويد والاي او اس فقط. اوكي خلينا نجرب. يلا عراقيين وبرازيليين واشكال. يس توكذر، يس together. يلا طبعا انا عجبني باللعب الالوان، اول ما نزلت اول فيديو بقناتي تتذكروه قبل ما ادري كم شهر هواية، قلت الوان اللعبة راقية تشبه كراش، لعبات كراش. فراح نشوف. طبعا هواية يتمنون ان هاي اللعبة، متأكد ان يتمنوها على بلاي ستيشن 4 او الكمبيوتر او الاكس بوكس، بس هي فقط لاجهزة المحمولة الاندرويد والاي او اس.
نطيم هاون. هذا واحد جاني هنا مستعجل يريد يموت بسرعة. واو، ضربة واحدة بالمدفع الأحمر أو الأشعة الحمراء راح يموت. وينه 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 وينه؟ حتى المدفع العادي كتلة باو ما يحتاج، المدفع العادي كتلة. وينه هو؟ وينه ذاك ذاك ذاك؟ مات. يس، الطيم هاون ذول اثنيناتهم. طيم هاون عافية. بعد واحدة بعد واحدة لهذا روت. باباش قد اخذ الضرر من عندي. تموت هاي الضربة الثانية او العدو الثاني. يس، صفيتهم هنا متحلفلهم. بعد واحد بعد بعد هذا هذا هنا قريب. الهاون شوي مزعج تحكمه، لازم ترجع لما يرمي على القريب. روح. شذول عاديين، مركباتهم عادية خطية. هاك هاي الضربة يا حلو، تعال تعال ضربة واحدة نقول لك. لا لا استعجلت، ورا الحاجز ورا الحاجز. ضربة هاون لك، دمشي. هاك ثالث together. يس يس، بعد واحدة بعد واحدة. يس تعال روح باتل اند. يس خذيتها والله فيكتوري. طبعا هنا يقول لك تقدر تشوف اعلان كليم باونس اللي هو حي يعطيني الجواهر، لازم اخذ عندني الفلوس، لازم اشوف اعلان. هسه النقاط صار اني بعد ما شفت الاعلان راح اطلع باربع كاتل اني. لا تريدون اعيدوا اللقطة على السرع، عيدوا ثانيتين ثلاثة راح تشوفون كاتل اربعة. انا فعلا كتلت اربعة، كانوا تعبانين مو مثل الجيم الاول سحلونا سحل. فهنا اعطانا نقاط، اقول لك ليم هذا الذهب او لا 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 مو ولا اخذه، اقدر اطوره واشتري وبعدين اخذه لانه مقبط عندي لحد 275. فشو اسوي هنا؟ هاي مهمة، حركة مهمة لكم. ما اقدر، اقدر اطور هاي المركبة والله ابجريد بالذهب. حطور المركبة الثانية لو الاخيرة، الاخيرة حطور، بس ما عندي اخضر بيه فايدة. كنا اطور هاي عمود يصير بيها الاحمر، فحطور هاي بالذهب 175 الف. طورتها صار هسه تقدر تخلي مدفعين سوى، مو هذا يعني حسب تقدر تغير، تقدر تخلي اكثر. طورت هاي همين، والليفل ترفع من هذا التطور الجندي هنا، من التطور ذول الجنود راح ترفع الليفل وتقدر تشغل ذن تقول له اكتف. هم بهن فائده للمركبه انت اللي صاعد بيها، بس اقدر اخذ الذهب. فهاي هي لعبه باتل باي. اتمنى عجبكم هذا الفيديو الصغير عن لعبه باتل باي حرب الخليج على اجهزه الاندرويد والاي او اس فقط. كان معكم علي العراقي، والسلام عليكم.